اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا ويوم كروي قطبي الكره المصريه بيفوزوا النهارده. الاهلي بيفوز على الاتحاد في ملعب برج العرب 2-0 في ماتش يعني كان سهل جدا على النادي الاهلي وبدايه قويه جدا. هدفين في اول ربع ساعه من علي معلول ضربه جزاء وكهربا ريحوا الاهلي كتير جدا. والزمالك بيعمل ريمونتادا تاريخيه ضد فيوتشر في مباراه مهمه جدا للزمالك. الاهلي كسب ماتش بيقربه من بطوله الدوري وماتش برضو فوز مهم جدا للنادي الاهلي لان دايما ماتشات الاتحاد ماتشات مش سهله ماتشات صعبه صحيح في غيابات كتير ومونولوفيتش زوران مونولوفيتش مستبعد بعض اللعيبه المهمه جدا لاسباب فنيه ولكن الاهلي فرض سيطرته على الماتش من اول دقيقه لعب بشخصيته لعب بالريتم بتاعه. البدايات دايما مهمه جدا في الماتشات اللي زي دي والاهلي بيقرب خطوه وخطوه مهمه جدا للفوز بلقب الدوري. بيراميدز عنده ماتش بعد بكره مع سيراميكا كليوباترا لو ما كسبش واي نتيجه غير المكسب بتتوج الاهلي رسميا بطلا للدوري. النهارده يعني في المباراه الثانيه وانا بكلمكم على الماتشين ماتش فيوتشر والزمالك على ملعب السلام. فيوتشر بدا الماتش كويس جدا ومن هفوه من صبحي حارس مرمى الزمالك ناصر ماهر بيحرز هدف التقدم في الدقائق الاولى. بعد كده احمد عاطف بيجيب جول حلو قوي داس على الكره حلو قوي عدي من عبد الغني عشان تبقى النتيجه 2-0 ومره يعني الناس كلها افتكرت خلاص الماتش خلص ولكن لعيبه الزمالك قدرت بروحها وبالروح الجيده جدا اللي موجوده ما بينهم ان هم يرجعوا للقاء مره ثانيه في مباراه بطلها الاول والاخير زيزو. احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك هو احسن لعيب في مصر بلا اي بلا منازع جاب جولين حلوين قوي يعني الجول الاول طبعا كره يعني خدع فيها جنش كره اتلعبت له ما بين الخطوط كويس جدا من رؤى استلمها ولف كل الناس افتكرت ان هو يلعبها في الزاويه البعيده وضحك على جنش وحطها في الزاويه القريبه وبعد كده في اول الشوط الثاني طبعا الجول ده خلى النتيجه 2-1 وفي اول الشوط الثاني فاول كل الناس افتكرت ان شيكابالا هو اللي هيلعبها ومره ثانيه زيزو بيضحك على جنش وحط الكره من فوق الحيطه من جنب يعني من فوق الحيطه في الزاويه الضيقه. مش اول مره على فكره زيزو يجيب الاجوان دي جاب جول قبل كده فكروني كان في مين جاب جول السنه اللي فاتت اعتقد جول قريب في الجونه صح جول قريب قوي من الـ من الـ من الـ من الكره دي عشان تبقى النتيجه يعني يقلب الماتش بالنتيجه 3-2 وناصر منسي جاب جول طبعا برضو جنش طلع في الكره غلط وناصر منسي بيكملها كويس جدا. النهارده اوسوريو يعني ريح بعض اللعيبه كان مريح شيكابالا ومريح فتوح واللعيبه اللي هو كان شايف ان هو محتاج ان هو يريحها قبل مباراه الاهلي القادمه كلهم نزلوا في الشوط الثاني عملوا شكل مختلف لنادي الزمالك خاصه في الفتوح لما لعب على الدايره قدر الزمالك ان هو يسيطر على رتم المباراه. النهارده بنشوف ابراهيم انداي بيلعب باك ليفت وبيأدي بشكل كويس جدا. ابراهيم انداي يعني انا في رايي تاني احسن لعيب في المباراه بعد زيزو ابراهيم انداي